لحظة، وصلنا لفقرة معلومة قانونية في البرنامج اليومي، برنامجكم اليومي كنا نوقف الكورونا. ضيفنا هو الأستاذ يوسف الفاسي الفهري، محامي بهيئة الدار البيضاء. فقرة معلومة قانونية غادي نطرحوا عليه السؤال التالي، يعني في ظل جائحة كورونا تقليص مدة العمل ماشي ساعات العمل واش قانوني؟ واش يمكن يعني إجبار وفرض العطلة السنوية على الأجراء فترة الحجر الصحي؟ يوسف الفاسي الفهري، مرحبا بك معنا على أصوات. أهلا وسهلا سي عز الدين، السلام عليكم وتحية للمستمعين الكرام. السؤال ديالي واضح، يعني في ظل هذه الجائحة تقليص مدة العمل واش قانوني؟ وأيضا واش يمكن إجبار وفرض العطلة السنوية على الأجراء في هذه فترة الحجر الصحي؟ غادي نحاول نكون مختصر سي عز الدين، تنشكرك على هذا السؤال. هذا يمكننا نقوله أولا، هو العلاقة الشغلية كبيرة بحال علاقة الزواج، يكون فيها واحد الإخلاص، واحد الاحترام متبادل، واحد تكثيف الجهود من أجل المصلحة ديال الجميع. أي نشاط كيف ما بغى يكون ما يمكن ينجح إلا بعمال عندهم النفس على الخدمة ديالهم، كيف كنقولوا من عاملين، مدراء، أطر، تقنيين. وهذاك الباترون خصو حتى هو يكون فيه تفتح، واحد الإنسانية، واحد الاستقامة، واحترام حقوق الأجراء. قبل ما يتخذ الباترون واحد القرار ديال الإنقاص أو تقليص مدة العمل، خاصو يقترح على مندوبي الأجراء إمكانية الاستفادة من العطلة، مدفوعات الأجر أو غير مدفوعات الأجر، لأنها كتكون أقل ضرر للأجراء من التقليص ديال أيام العمل العادية اللي غادي يرجعوا لها فيما بعد. المادة 185 من مدونات الشغل كتهضر على إمكانية اللي كتعطى المشغل أو الباترون أنه يقلص مدة العمل في إطار الوقاية من الأزمات التي تكون عابرة، ومن بينها هذه الجائحة اللي كعرفها المغرب والعالم هي جائحة كورونا. ولكن راه دازوا أزمات سي عز الدين اقتصادية كثيرة في بلادنا، عرفت شلل ديال بعض القطاعات بحال المعامل ديال النسيج، والأزمة العالمية اللي كانت عرفتها عن طريق التهريب والمنافسة، واللي لجؤوا فيها هذا القطاع هذا التقليص مدة العمل. إذا ماشي غير في هذه الجائحة ديال كورونا بالضبط. إذا نعم، الباترون يمكن له ينقص مدة العمل، ولكن خصو يحترم ثلاثة شروط إجبارية. الأولى هي استشارة مع مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين إذا كانوا في المقاولة. ثانية هي أن الخلاص ديال هذه الخدمة خصو ما يهبطش على النص ديال الخلصة ديالهم في الشهر، بمعنى إذا كان الشهر فيه 26 يوم ما يمكنلوش يخلص لهم قل من 13 يوم. وثالثا هذا التقليص ما خصوش يفوت 60 يوم متابعة ولا متقطعة في عام كامل. مثلا إلى بدأ التقليص في شهر 7 2020، هذيك 60 يوم خصها تكمل قبل من شهر 6 2021. المهم المجموع ما خصوش يفوت 60 يوم. هذا القرار اللي دويت عليه دابا كيمكن الباترون غير يخبر به مندوبي الأجراء أو ممثلين نقابيين ومفتشيات الشغل وصافي، يعني ماشي بالضرورة أنه يأخذ الموافقة ديالهم. أما إذا كانت هذا التقليص المدة غادي يفوت 60 يوم في العام، خاص ضروري يكون هناك اتفاق كتابي بين الباترون والأجراء، وإلا ما عندوش الحق يقلص مدة العمل، ما عندوش الحق يقلص هذه المدة هذه، فيمكن في هذه الوضعية هذه خاصه يرفع ملف السيد العامل ديال العمل أو الإقليم باش يعطيه واحد الإذن، وخاصه يشرح ليه الوضعية الاقتصادية والأسباب علاش. إذا باش نختم على هذه النقطة، مندوبي الأجراء أو الممثلين النقابيين، يعني ما تعرفوا بلي ديليغي، كيلعبوا واحد الدور كبير في حماية حقوق ديال الخدامة، وكيدافعوا عليهم وكيحاولوا يقنعوا الباترون باش يبقاو الناس خدامين ولو بالتناوب. وإلا لاحظوا الخدامة أو المندوبين شي تعسف في استعمال هذا الحق هذا اللي خولوا المشرع الباترون، يمكن لهم يمشيوا عند مفتي الشغل اللي كيحاول حتى هو بدوره يصلح بيناتهم ويشوف المصلحة العامة بين وضعية الشركة وحقوق الخدامة. إذا هذا بالنسبة للجانب الأول ديال السؤال ديالك. نعم، يعني تقليص مدة العمل. خليص. بالنسبة للفرض أو إجبار العطلة السنوية في ظل هذه الجائحة، أولا اللي يمكننا نقوله هو أن حتى حاجة ما كتكون بالزز، هذه خصنا نعرفوها، يعني حتى حاجة ما تكون إجبارية وبالزز. القانون شنو يقول؟ المادة 245 من مدونة الشغل كتعطي للمشغل إمكانية باش يحدد أوقات دو كونجي ديال الخدامة ديالو، ولكن باتفاق معاهم
لان كل واحد عنده وضعيه عائليه، كاين اللي متزوج، كاين اللي عنده وليدات كيقراو في المدرسه، كاين اللي عنده الاقدميه، ماشي كل واحد عنده يعني خصو ياخذ معين الاعتبار هذه المعطيات. ولكن في الظرفيه الراهنه ديال جائحه كورونا، بعض المشغلين فرضوا على الخدامه باش يسينيو على الكونجي ديال العام وسط الحجر الصحي، باش مقابل انهم يخلصوهم في الشهر. نعم، هنا تنقول الى وقع الخدام على داك الطلب ديال الكونجي راه كيولي ملزم به، وما كيبقى ليه حتى شي طعن انه يديرو فيما بعد، لان صافي كيولي متفق عليه. اذا خاص قبل ما يسيني الخدام على الكونجي خصو يشوف واش باغيه بصح ولا غير، ولا بغى يبقى خدام. اذا الا كان كتبقى ديما المفاهمه هي احسن شيء نصحوا به الجميع، لان حتى الباترون راه تضرر من واحد مده الاغلاق وديال السدان ديال الشركه او المؤسسه او المعمل لاكثر من 3 أشهر تقريبا. وإذا كان ما يمكنش الواحد يبقى جالس في داره فتره الحجر كلها ولا سيما كيتخلص ويجي من بعد منين كتبدا الخدمه ان شاء الله دابا، وينوضوا الخدام ويقولوا لي وبسلامه دابا حنا غنمشيو للكونجي، خصك تعطينا الكونجي ديالنا. يعني خص يكون هناك واحد الاتفاق اللي كيرضي الجميع بحول الله. وغنختم بهذه النقطه، لان الحق في العطله هو واجب، يعني الواحد خصو فعلا يرتاح باش بدنيا ونفسيا باش يقدر ينتج ويعطي اكثر في الخدمه ديالو. شكرا لك. نذكر من جديد الاستاذ يوسف الفاسيل فهري، المحامي بهيئه ضرب داء مقبول لدى محكمه النقد، عضو مؤسس الجمعيه المغربيه لقانون الشغل. كنشكرك بزاف سي يوسف على هذه المعطيات، ونذكر المستمعين انك غادي تكون معنا تقريبا يوميا فقره اللي كنطرحوا سؤال وكتجاوبنا عليه ونشرحوا للمستمعين في ظل هذه الظرفيه هذه. شكرا لك. مرحبا يوسف الفاسيل فهري. شكرا لك.